ان الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله احسن الخالقين. بص كفوقك كده، وجه جميل، عينين كويسه، يعني طول. شوف بص في خلقتك، شوف ربنا ابدع ازاي فيك، شوف نظم ازاي فيك ربنا، شوف جاب العين فين وجاب الانف فين وجاب، يعني شوف شوف الابداع، شوف الابداع والنظام بتاع ربنا. ده ربنا علمك النظام في الوضوء، يعني يقول لك الماء اللي بتتوضى بيها ما يكونش لهوة ولا لون ولا طعم ولا رائحه. طب اول ما بتيجي تتوضى بتعمل ايه؟ عشان اعرف الماء دي صالحه للوضوء ولا لا، لا لون لا طعم ولا رائحه. طب انا اعرف منين؟ بالعين، بعيني هبص بعيني هعرف ان الماء مالهاش لون. طيب الطعم بتمضمض، اول حاجه برضه بتمضمض بعرف الطعم بتاع الماء. طب الريحه بس امشي، شوف حتى النظام والترتيب، ربنا سبحانه وتعالى تعرف الوضوء، تعرف الميه عشان تعرف اوصاف الميه، ربنا اداك اوصافها في الوضوء. فشوفوا حتى الابداع في الوضوء، ربنا سبحانه وتعالى نظمه ازاي. احنا النهارده عايشين في هرجلة وفيها رجاء وما فيش نظام في حياتنا، وما فيش امور الانسان يعتمد على نفسه، على اولاده، على مراته، على بناته. اصبح النظام عندنا النهارده او المنظم عندنا منقوط، ملوش صدى، الناس مش عاوزاه، مش عاوز الانسان اللي بيخاف من ربنا بيتجي ربنا منظم في عمله، مش عاوزينه. ليه؟ ليه؟ ايه الاسباب اللي خلتنا النهارده عايشين في هرجله كده ومفيش نظام؟ الواحد بيطلع من بيته مبهدل، القميص ما اعرفش ازاي والبنطلون ايه ولابس شيك ولا مش لابس جزمه، ولا يقعد في مكتبه يبص في المكتب تلاقيه مش منظم ومش منسق. يعني الانسان يتاسف من اللي بيشوفه النهارده. ليه؟ نفسنا كل واحد يقعد مع نفسه. ليه الست مش منظمه في البيت؟ ليه النهارده بنتك لما بتتزوج مش منظمه؟ البنت ماسكه زوجها، ماسكه زوجها في الاول. الست في البيت بصيت لك انت، لقيتك انت اصلا عايش في هرجله، فعمل ازيك؟ بنتك شافت امها كده خلاص، ومرة طلع لي الموضوع كده خلاص هو كمان. يبقى اصبحنا النهارده الفضيله اللي الاسلام عطاها لنا مش عارفين نستخدمها صح. اما ربنا سبحانه وتعالى يقدر الاقوات، يقدر الارزاق. ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ده شوف حتى ربنا عمل نظام في الرزق يا اخوانا. ربنا رفع اقوام وانخفض اخرين. ربنا اغنى ناس، يعني ناس غنيه وفي ناس فقيره وفي ناس متوسطه الحياه، نظام. شوف نظام ربنا حتى في الرزق، ربنا جعل نظام. لو كلنا اغنياء كلنا هنستغنى عن بعض. لو كلنا فقراء هناكل بعض. سبحان الله. لو كلنا متوسطين كل واحد فينا مش هيبص للتاني. انما ربنا خلى طبقه فوق، طبقه وسطى، طبقه دنيا، علشان كل واحد فينا يحتاج للتاني. عشان كل واحد يعرف ان في نظام في الكون بديهه. ربنا نسق الكون بتنسيق، خلاك انت تندهش ليه. تقول يا رب النظام اللي عملته ده كله ده من اجل الانسانيه، من اجلك انت يا انسان. ربنا انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم كذا وكذا وكذا وكذا. الله، شوف نظام. الميه تنزل من السماء في الاول، الارض تتفكر الميه دي، البذور جوه الارض تنبت، بعد ما تنبت تفضل تترعى تطلع لك ثمره تاكلها. شوف نظام ربنا يا اخي في الكون، شوف قدرة ربنا. احنا عاوزين نعرف في الاول قبل ما نعرف قيمة النظام، نعرف قدرة ربنا علينا، نعرف نعم ربنا علينا. عشان نوصل لنقطة النظام دي لازم في الاول نعرف ربنا سخر لنا ايه، ادانا ايه،